يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وقوله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته؟ نعم، الله يسلط الشياطين، فتسليط الشياطين هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا من الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وإذا أراد الله أن يضل عبدا سلط عليه الشياطين واجتالته عن فطرته، هذا قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه يعلم الذي يصلح للهداية والذي لا يصلح، يعلم ذلك سبحانه وتعالى من عباده. فالذي يقبل على الله ويفعل الأسباب يوفقه الله للخير، والذي يترك الأسباب هذا يتركه الله للضلال والشيطان. قال الله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فالأسباب من قبل العبد، والهداية والإضلال من قبل الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يسأل الله الهداية، وأن يسأله أن يجنبه الضلال، وإلا فإذا لم يسأل الله ولم يعمل الأسباب الصالحة فإن الله جل وعلا يسلط عليه الشيطان بسبب أفعاله هو. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، لأنه فعل أسباب الضلال، تسلط عليه الشيطان